أخبار اليوم. مؤخرا أطلق الأستاذ ياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم ورئيس تحرير جريدة الأخبار مبادرة حول دعم أو أموال التي تذهب لدعم الصادرات والأحق أن توجه إلى مجالات أخرى أكثر فائدة. نتعرف على رؤية المهندس عبد الحميد عامر في هذه المبادرة. والله موضوع دعم الصادرات حقيقي هي فكرة كويسة، بس المهم توصل لمستحقيها. في الحقيقة احنا في الأول في البداية قالوا للمصدرين، واحنا وافقنا على كده في البداية يعني، وفوجئنا ان الدعم ما يوصلش لمستحقيه من المصدرين، او بعض المصدرين بيدوا ميزة للمستوردين فالبلد ما بتستفادش منه. يعني المفروض احنا نستفيد البلد يدعمنا الصادرات، فاحنا بالتالي ندخل عملة صعبة اكتر مما احنا كنا ندخله، ولكن دخلت فيها حاجات صراحة شائبة. ان كنا الاول مثلا بنعمل طن مثلا مثال للعنب فبنصدره بألف دولار، فأول ما بدأنا يدونا الدعم بدأنا نحطه كلنا، لأن أنا كنت رافض هذا الموضوع، بس في حالة أن أنا رفضي نعمله بألف دولار فبش ناخد دعم زي الآخرين فبنخسر في سوقي. فكنا بنحط طن العنب بأربعة آلاف دولار عشان احنا بناخد منه 10%. فأنت بدل، وده ظهرت بعد كده أن الصادرات المصرية عليت، هي ما عليتش ولا حاجة، هو بدل ما كنت بتحط العنب ب 1000 دولار بتحطه بالظبط ب 4000 دولار، فاصبح يقول لك صدرت اخر مثلا اخر السنه انت صدرت ب 4 مليار، واحنا الحقيقه احنا صدرنا بمليار بس، عشان كله ده عشان ناخد دعم. وللاسف الدعم ده كان بيروح برضو للمستوردين بره في الخارج، وده مش ميزه، فاصبح احنا مش بنجيب للدوله عمله صعبه زياده. تاني حاجه ان احنا تقريبا بنسرق الدوله، والحاجات دي ما بتستفادش بيها الدولة مننا، عشان كان هم الدولة ان احنا ندخل عملة صعبة، دي حاجة. فده السبب يعني. هنا نتوقف قليلا حول ما يدور من داخل أموال دعم الصادرات. حسب ما ذكر المهندس عبد الحميد عامر انه الأرقام وهمية ولا تدخل الى خزينة الدولة، ولذلك نريد إيضاح اكثر. طبعا زي ما قلت ان احنا عشان ناخد الدعم ده بنقدم فواتير وبنقدم شهادة جمركية، فزي ما قلت ان احنا بنحط السعر مغالى فيه جدا عشان ناخد اكبر دعم للموضوع ده، وده عرضت فيه كتير جدا، وكان ليا مقولة مع الوزير محمد رشيد يوم ما قال الصادرات زادت من 3 لـ4 أضعاف، فأنا وقفت وقلت له الكلام ده مش حقيقي، لأن احنا كنا بدل ما احنا كنا بنحط سعر الطن منخفض أو السعر الحقيقي بدأنا نضرب في 3 أضعاف و4 أضعاف، وده اللي ظهر. لكن ما فيش عملة، وأكبر دليل قول للناس فين العملة بتاعتكم. يعني أنا بنصدر مثلا طن البرتقال ب 500 دولار مثلا، ونحطه ب 1000 دولار، وبعد كده هو طبعا البرتقال طلع من الدعم 1000 دولار، فهل انت دخلت للدوله 1000 دولار؟ ما حصلش، انت بتدخل للدوله 300-400 دولار في الطن والباقي عشان تاخد دعم. فكان اقتراحي لي ان لازم الدعم ده يتعمل كالاتي: يدعم بآلات زراعيه نستفاد بيها، مش عايزين دعم مادي عيني في ايدك، عشان انا بناخده بنضيع بيه. في بعض الناس عشان هي عارفة ان واخد الدعم فوق المستوى اللي هو عايزه بيروح يغير العربية، يروح يغير الشقة، يروح مش عارف ايه، ما بيعملش حاجة. لكن انا الحقيقة المفروض نعمل ايه؟ ياما نجيب آلات زراعية ويعفها لي من الجمارك بدل الدعم، نجيب عربيات تلاجة، وللأسف احنا بلد حار وأقل دولة في العالم بتنقل بنقل مبرد، فاحنا عايزين نقل مبرد. يعني انا كمركز عامر المفروض يكون عندي 3-4 عربيات نقل مبرد، انا ما عنديش غير عربيه واحده. ليه؟ العربيه المبرده غاليه جدا، فما نقدرش نجيب 3-4 عربيات وال3-4 دي فلوسهم مركونه وانا عايز نشتغل بيها. لكن هو ما يجي يقول لي لا تعالى انا ندخل لك العربيات المبرده بدون جمارك وده دعم،
ماشي، ومش عايز اي واحد يروح يقول لي مثلا انا عايز ندخل 3-4 عربيات. لا، انا نعمل مثلا لو انت دخلت للدولة $1,000,000 يبقى ليك السنة دي اعفى عربية تلاجة. لو دخلت $2,000,000 مثلا، $2,000,000 يبقى ليك عربيتين. $3,000,000 ليك 3 عربيات مثلا. او انت ليك عايز الات تعبئة وتغليف، يبقى انت ليك نسبة في اعفة مثلا 10% 15% قيمة اللي صدرت بيه. مش معناه انا نروح نجيب الات زي بتوع البورصة، بعايز دعم نقدي ودعم في حدود اللي بتصدر بيه. يعني مثلا عايز نجيب خط برتقان، انا صدرت ب $10,000,000، انا نقدر نجيب خط برتقان بالكامل يعفى من الجمارك ويعفى من الضرائب ويعفى من كل حاجة. غير يصدر ب5,000,000، لا انا نعفيه 50%. واحد صدر ب2,000,000 يبقى نعفيه ب70%، وهكذا، عشان بيبقى شيء دعم. كل واحد يقول لك انا مش واخد، انا واخد خلاص اعفى، يبقى نروح نجيب 3-4 عربيات وممكن نتسبب فيهم يعني. لا، احنا بيبقى بنفس المقدار. ادي حاجة. فين دعم الفلاح؟ فين دعم المزارع؟ مفيش. النهاردة يعني احنا بنقاسي، يعني انا يمكن تصديري انخفض في السنين الاخيرة دي انخفاض شديد جدا، بسبب ان مش لاقي نوعية او جودة عالية. تاني حاجة مش لاقي المنتج. الناس يقول لك ده غالي، السماد غالي، والمش عارف ايه غالي، والمبيدات غليت، وكله غلي في غلي. فطبعا ده، لكن اول ما يدعم لي الفلاح او المزارع دعمه في الالات، دعمه في اي حاجة، ده هيخليني نبقى متفوق في الجودة والتصدير.